في الداخل الإسرائيلي تصاعدت الأزمة التي تعصف بحكومة بنيامين نتنياهو وتهدد بقائها، مع تقديم حزب معسكر الدولة في إسرائيل بزعامة عضو مجلس الحرب بيني غانتس مشروع قانون لحل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة. ورد حزب الليكود بزعامة نتنياهو على خطوة غانتس مؤكدا أن إسرائيل بحاجة إلى الوحدة، وأن حل الحكومة سيضر بالمجهود الحربي وسيمثل ضربة قاسمة لجهود تحرير المحتجزين، كما أنه سيكون مكافأة لحماس وبمثابة استسلام إسرائيل. هذا وكان زعيم المعارضة يائير لابيد قد أعلن في وقت سابق أنه اتفق مع أحزاب المعارضة على خطة عمل لاستبدال حكومة بنيامين نتنياهو. وحول هذه التطورات أشار المستشار الأمني السابق بوزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار خلال مداخلة سابقة مع الحدث، أشار إلى أن مبادرة بيني غانتس للانسحاب من الحكومة لن تؤثر على استقرارها، لكنه عاد وأشار إلى أنها قد تصاعد من موجة الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. إجراءات غانتس ما في تأثير مباشر على نظام تبع الحكومة وعلى استقرارها، بس لازم نأخذ بعين الاعتبار ممكن غانتس يؤدي إلى استقلال أو عفوا استقلال إضافي تبع أفراد من حزب الليكود مثلا أو من حزب ثاني من الخارجين أو شيء زي هيك. نهائيا غانتس ما له تأثير جوهري على استقرار الحكومة، بس ممكن يؤدي مثلا أو يكبر ظاهرة الاحتجاج مثلا في الشوارع الإسرائيلية.